بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة باش نقدم لكم روحي، أنيس بن عمر خلفاوي، مترشح على الانتخابات المجالس المحلية على عمادة الطباقة معتمدية حيدرة، رقم واحد. حبيت وامض على الموجز الانتخابي باش نقدمه إن شاء الله. أولا بناء بئر عميقة لتقوية المنطقة السقوية بكامل الجهة. ثانيا تعبيد المسالك الفلاحية. ثالثا بناء مستوصف محلي بالجهة. رابعا توفير مواطن شغل للشباب ومدهم بقروض صغرى فلاحية متماثلة في تربية ماشية، تربية نحل أشجار مثمرة إلى غير ذلك. خامسا بناء حواجز للأودية بالمنطقة. سادسا مقاومة انجراف التربة. وسابعا والأخير توفير وسيلة نقل للمنطقة من حيدر من طباقة في اتجاه حيدرة. هذا موجز إن شاء الله، إن وفقنا ربي وانتخبتونا سنعمل عليه، ومدكم ودعمكم هو اللي به الفائدة. انتخبوني وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، رقم واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.